يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ يقول هل يدخل في ذلك ترك التربية للأولاد، حيث إنني أعيش هنا في هذا البلد وزوجتي وأولادي بعيدون عني وليس لي القدرة على جلبهم؟ أنت معذور لأنك تطلب الرزق لك ولهم، أنت معذور في هذا، وتوصي والدتهم أو أقاربك حولهم أن يتعاهدوهم وأن يضبطوهم، وأنت معذور إن شاء الله لأنك في طلب الرزق لك ولهم. نعم.